مئات السنين مرت على سوق الأقمشة في صنعاء القديمة أو ما يعرف بسوق البز، ولا زال ينبض بالحياة. ورغم غزو الأقمشة الحديثة ما زال يحتفظ بالتراث اليمني الأصيل. سوق البز في صنعاء القديمة يعني هو أول سوق يعني في الجمهورية، ويتوزع يعني الجملة البز يأخذوه من صنعاء القديمة إلى باقي المحافظات. يتكون من الأقمشة النسائية والأقمشة الرجالية وأقمشة المفروشات والتطرحات والبردات، يعني جميع أنواع الأقمشة يوجد في هذا السوق. سوق الأقمشة هنا يكثر فيه بيع الزي الشعبي الذي يحرص على اقتنائه أهالي صنعاء القديمة، وخصوصا عند تحضير المرأة احتياجات حفلات الزواج. الزي التراث يمني استخدم الولاد، استخدم لها عرايس حق حمام، في معنا أزياء يعني عدة أزياء، مش زي لا اثنين ولا ثلاثة. الستارة الصنعانية أبرز الأقمشة التي تباع هنا، وتعتبر جزءا من شخصية المرأة الصنعانية، وتبدو كلوحة فنية مرتبطة بالنقوش العمارة الصنعانية. كل شيء هذا عندنا يعني أكثر حاجة اليمنية شغل يد، في معنا ستايل الأصلي حق العجائز حق زمان من مئات الآلة، يعني في معنا قديمة، في معنا شيل المرشوش يعني حق زمان حق الأجداد، في معنا شيل حلبي. يتورث بيع الأقمشة في هذا السوق الأبناء عن آبائهم وأجدادهم حفاظا على تراثهم وتاريخهم.